السلام عليكم حبوباتي الغاليين، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ مرحبا بكم كاملين معنا اليوم في حلقه جميله مع ريحانه الجميله. ريحانه اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ لاباس. اشهد الصزع وثاني، اشهد الرشاقه، اشهد الجمال، اشهد الحب والحنان. الوغ مرحبا بكم كاملين البنات. اليوم اكيد معنا ريحانه اللي كلشي كيعرفها، ريحانه الحبوبه الفنه ديالنا، داك الصوت الغزال الحنون والدافئ. ريحانه اليوم اكيد درنا البارح اللايف والبنات كلهم شافوا، ولكن اليوم بغينا نعطيو لي ديتاي، بغينا نعطيو حاجات اخرى اللي شافوها البنات. دونك عندنا لي صابونات اليوم. وي انا واحد لو نوفو صابون اللي هو لو صابون على سبيرولين و جيرانيوم روزا. نكمل لكم هذه من كيف قلت لكم من العطرشه من لاسبيرولين، اللي هي كيف قلت لكم الطحالب، وداك الطحالب عندهم عده مزايا وفوائد على البشره، منها انها مضاده للاكسده بصفه هذيك ان بون كونتيتي ديال كميه كبيره مضاده للاكسده بكميه كبيره. دونك هذا هو الجديد اليوم، واكيد دي بخي اللي هما ماشي ثمنها كما قلتي لي بالقيمه الكبيره ديالها 35 درهم، راه ماشي 35 درهم ماشي هي زعما ما وفينا لهاش حقها، ماشي ثمنها، ولاني تنرضاو بالقليل الحمد لله ومداوم ان شاء الله اكيد، وتعطي شي حاجه زوينه للعيالات باسكو فريمون اون بوزوان بهاد لي صابونات هكا، راه شي حاجه اللي غادي تخدمها مره وغادي تجربيها واكيد غادي ترجع ان شاء الله. زوينه بزاف والعطرشه حتى هي زوينه هكا حرفيا. اوكي لا سبيرولين سبيرولينا سبيرولينا هي حتى هي طحالب وزوينه، والعطرشه حتى هي مضاده للتجاعيد. سي فري كو لا غليسيرين مبيضه فيها لا غليسيرين بيان سور، لا باز ديالها سي دو لا غليسيرين فيجيتال، وفيها لا سبيرولين وفيها الجيرانيوم روزا. المهم هاد الصابونه بلا كومبوزيسيون ديالتها مضاده للاكسده ومضاده للتجاعيد. اوكي بالرقم زعما نيمورو 1 نمبر 1 الله يعطيك الصحه. الوغ صابونه ابتداء من 30 عام، يعني ممكن تعملها البنات واخا البنات اللي عندهم ولا لي جون فام، لي جون فام لي جون فام 30 يستعملوها ابارتيغ دو 30 ان، لان شي حاجه مضاده للتجاعيد غتكون ابتداء. الله القاسم، حنا تشرفنا عاد بدينا كنديروا الصابون ديال لونتي ابتداء من 30 عام. الله يعطيك الصحه، لانها مفيده وهي بجميع انواع البشره. هذا هو اللي مزيان، يعني كما كانت البشره جافه ولا ميدمه ولا لان الجيرانيوم غادي يوازن ما بين البشره الجافه، الا كانت عندك بشره جافه غادي يقادها وغادي يعطيها الرطوبه وغادي يعطيها، ولا كانت بشره ميدمه الجيرانيوم اي لاسبيرولين غادي تقاد غادي دير واحد التوازن. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، وهذه هي ريحانه الغزاله وصافي. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الوغ فين غادي ندوزو؟ غادي نجيو لهنايا، عندنا لو شامبوان سوليد هو جديد فوالا دائما جديد. هذا الشامبوان هو على شكل صابونه، ولكن هو ماشي صابونه، هو الشكل ديالو تظن انه صابونه، ولكن هو شامبوان لا كومبوزيسيون ديالو بالشامبوان. شامبوان ديالو وي سي ان شامبوان او كول تي غوي. دابا انا كنقول لك شي غنقول الناس، زعما كتبان بحال صابونه ولكن راه كترغوي. فوالا كترغوي، فيه واحد الماده من لي ديريفي ديال لا نوا كوكو اللي كترغوي. داكوغ، يمكن نديرو للدراري الصغار. يمكن نديرو للدراري الصغار، كله بودرات. الله يعطيك الصحة. البودرة ديال الحريقة، البودرة ديال داكوغ، البودرة ديال ورق السدر، فيه زيت الحشيش، فيه زيت الأرقال اللي مزيان الشعر بطريقة غريبة. زيت الشيا وي. فيه نفس هاد الأرقال بيان سور المغربية. اوكي فوالا بصفة عامة ها هي زعما لازم نديروا اللمسه المغربيه في ضروري. دونك هو هذا هي كوبيراتيف دائما ريحانه شامبوان سوليد الويل دارغان اي لورتي. شنو هو لورتي؟ الحريقه انا كنبغي نعرف. دونك لورتي هي الحريقه. الله يعطيك الصحه. فوالا يديروا الدراري الصغار، يديروا الناس الكبار. دونك تحطي في الحمام كلشي، الناس كاملين، العائله كلها، لا فامي كامله، وحتى كما قلتي لي راه واخا تيبان صغير راه يعني ممكن يبقى بزاف. اكزاكتومون كله يبقى ما كاينش مشكل. الوغ هذا لو بخي ديالو شحال ريحانه؟ 50 درهم البنات الوحده لا بياس ياك؟ اوكي. ندير لكم هنايا نهضر لكم على لي برومو البنات، لي برومو لي برومو اللي كاينين اليوم. دونك اوفر سبيسيال. نبدا لكم بهاد لا بروموسيون. اييه. كاع لي بارفان اللي عندنا ب 60 درهم. اييه.
الا خديتي واحده اخرى او زافي لا بروموسيون عندكم اون بيتيت روميز براتيكمون ديال 20% تقريبا اييه تتبقى لكم 100 درهم اوكي دونك وحده بكاع لي زاروم اللي بغينا في لا كاتيجوري ديال 60 درهم ديال 60 درهم واخا شنو هما هادو لي زورق لي زورق اكثريه دونك وحده 60 درهم جوج بحال ناقصه 20 درهم اكزاكتو الله يعطيك الصحه ديال فوا الا ببلاش دونك هما هادو اللي فيهم الوغ شنو فيهم فيهم القرفه بالليمون القرفه بالليمون فيهم الغاردينيا اييه فيهم الحامض اييه فيهم لويزا فيهم فيهم لافاني فيهم لو جاسمين فيهم لو كاليبتوس فيهم الخزامه دونك هما هاد الزرقين اللي حدا ريحانه كاملين الخضرين لا والمارون لا الخضرين لا مارون لا الا في لو تي فيغ درناه كانت قادنا لومبالاج الزرق اييه تقادلنا لومبالاج هاد لو تي فيغ تيكون في الخضر نورمالمون اييه وتقاد علينا ودرناه في الزرق مي هو الى 75 ماشي 60 درهم لو تي فيغ لو تي فيغ دونك ماشي عارفوا البنات واخا هو مديور في هذوك لي بوتي زرقين مي سي فوالا 75 ودايره حتى هو فيه لا بروموسيون حتى هو فيه بروموسيون اوكي مازال برومو وحده اخرى هادي برومو وحده اخرى حتى هي فيها لو تي فيغ داكور يا اما فلاكون تيكون قهوي ولا فلاكون فيغ اييه داكوغ الوغ اي فلاكون 75 درهم وحده وحده تنزيدوها الثانيه تاخذوه دونك تيولي باك في جوج وحده لي وحده ليك وحده ليك اليوم وحده الاخرى عرفتي البنات نهار الجمعه تلقي هذا وفي حقها كما قلت هو راه ديال شاك جور هو ديال شاك جور كاين بحال دابا غزالين 130 درهم المراه وراجلها هو تيبغي حاجه وهي تتبغي حاجه سي هو تيبغي يمشي حاجه ويتبغي تمشي حاجه يعني يمكن لهم ياخذوا جوج وبجوجهم يختاروا كل واحد يختار الله يعطيك باش ندير كل واحد خاطره دونك هنا البنات وحده ب 75 جوج ب 130 درهم الوغ هذا الشكل هذا شنو فيه؟ شنو فيه؟ اوكي هادو البنات عقلوا فيه الزهر اييه هاد الفلاكون الخضر خضرين الزهر ولو تي فيغ اييه داكوغ اوكي الوغ فيه المسك فيه العنبر فيه العود فيه العود والقرفه والمسك والعنبر اللي هو سميتو لوريون لوريون فوالا فيه لو باتشولي هذا الباتشولي خطير غزال غزال على الباتشولي سي تو نوت دو فون غزال زوينه بزاف يمكن لك تزيدها باش تطلع من هذا الشيء اللي قلتي لي باش تطلع من الريحه ديال ان اوتر بارفان سي تو نوت دو فون كي فورت وقلتي لي هي اللي كتكون في لي بارفان المعروفه المشهوره عالميا عالميا تتكون سي تو نوت دو فون تري الي بويسونت جدا وي كتطلع لك من لا نوت ديال لي زوتر بار اوكي دونك هذه مهمه وقلتي لي دابا تقدري ديريها حتى مع مثلا هاد لاغوم ديال العود ولا كتجي هاد بزاف بغيتي تطلعي من الجهه ديال العود تديري داك النقطه ديال الباتشولي اه داكو بغيتي تطلعي من الجهه ديال العنبر تديري داك النقطه ديال الباتشولي كيولي فور الريحه ديالك كتولي فور وي تري بريزون الله يعطيك الصحه واحد ديجا فوز هاد بريزونس فكيفاش هاد لي زاروم ديالك ما غيكونوش هاد لي زوين لهنا يخطيك الله يبارك فوالا هادو هما لي بارفان اللي عندنا في لا كاتيجوري ديال 75 درهم هما اللي فيهم هاد لي زوفر جوج ب 130 اوكي الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك وعلى لي زوفر ديال اليوم البنات إذا مرحبا بكم دائما مع ريحانة سوق تاشفين مباشرة من سونتر تاشفين ودائما في عالم البرومو مازال لالا ريحانة دايرة لكم البنات البرومو إيوا شنو جبتي لينا يا ريحانة مازال هادي عاوتاني شكل آخر هذا لو بارفان تكستيل هذا اللي تكلمنا عليه قبيلة أييه ألوغ فيه بارفان واحد اللي هو الزهر أييه هو اللي كيخرج بزاف هو اللي كيسول عليه الناس أكثر ألوغ درنا هاكما يكون 60 درهم في واحد درنا جوج حتى هو ب 100 درهم دونك البنات كانت بوحدة ب 60 درهم دابا زوج ب 100 درهم حتى هي ناقصه 20 درهم هي ناقصه 20 درهم الله يعطيك الخير حنا بغيتك ديما تبقيتي نجي عندك كل نهار ندير لك لايف حيت الله يلف لي كل نهار بروموسيون الله يخطيك الوغ هذا كما قلتي لي الطليمطات تو سكي تكستيل تو سكي تيسو اي حاجه تيسو يمكن لك ديرو الوغ هادو جوج ديال القريعات البلاستيك سي ان فلاكون سي ان فلاكون وي فوالا بغيتو يعرفوا قداش نشد ها هي ريحانه وكما في لا فوتو كيما عندك يعني نفس الحجم 100 مليلتر فوالا 120 120 اوكي 120 قريعه تبارك الله اليوم كبيرين دائما وفيهم الريحه قلتي لي ديال الزهر ديال الزهر الزهر هي المطلوبه اكثر علاش ديال الزهر بالضبط ما كانش شي ريحات اللي هما مجهدين
الثوب من الاحسن صح. شي حاجه خفيفه لان غادي تبقى عليك على سي فري غادي ديرها الا درتيها لضيافك واش غيتقبلوا هذاك الريحه ولا سي فري بصح غتجي مجهده اخرى. في جينيرال تنضيفوا الناس ولا حنايا تنضيفوهم شي الناس الكره ما تنضيفوهم بالزهر اكيد اما تنديروا لهم داك المزار في المريشه ولا انا كنشربوه حتى في اتاي اكزاكتومون كنديروه في منيدات باش كل سكري يديهم سبع ايام حتى في الفوطات داكو هادي زوينه تحط لهم فوطه في الحمام مرشوشه ولا من السماء سي فري سي فري الله يعطيك الصحه تبقى داك النسيمه الطليقه وين راكي انت كلك من السماء على بعضك كلك على بعضك من السم الوغ جوج ديال لي بوتي ب 100 درهم قبل كانوا ب 120 120 الله يخليك مرحبا بك مدام الوغ هادشي ما شاء الله غزال الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك ريحان اختي ضروري ما غادي نحي واخا قلتي لي لا ولكن انا جنسيس اننا نديرو البنات واحد الجولة خفيفة على شنو كان بيان سور على في لي باك واحد اي واحد الجولة خفيفة باش نكونو خفيفة عليك ما هي قالت لي صافي بركة بركة لا 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 جيمغي بيان لا لا بالعكس مرحبا حتى الناس كاين الناس جداد عاد غيشوفوك أول مرة ها هي ها هي ريحان شفتوها شوفوها مزيان لا دوس ريحانة تجي دوس الوغ هذا باك واحد لابواط اللي هي غزالة كيتعطى كادو ليك بعدا هو الاول نعطيو لراسنا وعاد نعطيو لحاجة حد اخر عزيز علينا دابا تبارك راس العام جاي ها البوناني على عين اكزاكتومون هادو تيخرجوا بزاف مازال غدير لنا دي باك ديال راس العام ندير لكم لي باك ديال راس العام دابا وهاد على الخصوص هاد الباك هذا تيخرج في راس العام بزاف تنس تقطبوا تيجيو الجاليات يدخلوا تيبغيو ديهم دي كادو ايه العريسات كلشي النفسه ايتو سان بو كادو انا بعدا هاد عطيت بنتي الا نجحت في شي امتحان والله في شي حاجه ولا باك ولا كابريم ولا سي جولي تستغلها ندير فيها لي بيجو ديالها كلشي الشوكولا اللي بغيتو أرغان غزالة صوبينا هكا تحت تويجاتها ان بتي بارفان دونفيونس شي حاجه زوينه تتعلمها لو سافوار دو فيف الله يعطيك الصحه تتعلمها شي حاجه راقيه زوينه تتعلمها تعيش بواحد الطريقه تكون طول طون بارفومي تهتم بالريحه ديالها وتهتم بالبشره ديالها تنظن شي حاجه زوينه تعلمها البنيات ديالها اه انت زوينه غنبقى قابطه كنت كتهضري ريحان اليوم ما غنساليوش انا وياك الوغ غادي نعاود نرجع الوغ لي باك انا كنحماق على المراه المغربيه اللي كتهلا في راسها واللي كيعجبها راسها دونك كيعجبكم راسكم استغلوا هاد الفرصه وخذوا شريوا لي صابون الغزالين وهاد لي زاغوم الفنيين هاد لي زويل هادو خذي زركان خذي دي باك هكا وحطي لي بيجو برك عندنا داكشي المرون هكا تكون عندك دي بواط فحال هكا شي حاجه اللي فنه بصراحه الباك اللي وزوين الوغ لو بري الى 160 160 درهم عاد فاش غتشري بواطه بوحدها غادي تشري بواطه عامره وشوفوا غير الصابون اللي دايره لكم يا لالا ويا لالا شوفوا شوفوا البليغه شري بيل هذا وهذا الخمسه والخمامس والحنف التكامس يا لالا ويلي راكي غزاله وحق الله العظيم تبارك الله على كوبيراتيف ريحانه وعاد غادي نقولوا هادو دونك فيهم الدوغي لا فيهم هاد فيهم البرونز فيهم الدوغي فيهم هكا البيج وي البلون كاسي وي فيهم لوينات ولي بواط دائما كيكونوا هكا كلهم غوند ياك تيجيو هكا مزيونين مزيونين سي فغي مجموعه الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه غادي نعاودوا ندوزوا مباشره يعني وبعجاله على لي صابون اللي كاينين دي صابون بور لو كور بلي بارفان كل حاجه و ياك كثيرات بزاف خاصكم تشموا البنات هادشي راه كيحمق فلوري فلوري هادو سون اسيدولي سيتروني على فاني وفري روج هنا سي ان كوكتيل مخلط وهذا سي ان كوكتيل بالعود والمسك والعنبر دونك لي بري من الى اون جينيرال يديباس با لي 30 درهم لي 30 درهم غتاخدي صابونات بحال هكا كيحمقوا اربعه ديال لي صابونات وحده تمسك في وحده وب يعني بستيلات مختلفه واكيد لي زاهم مختلفه شكرا 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 لكاع الناس اللي كيشجعوا المراه المغربيه ما نزاوش كذلك الصابونات البنات راه كاينين في الاشكال وفي الالوان حاجات اللي هي مستخدمه باليد راه خصنا هادشي اللي ندخلوا الناس انا بغيت الناس كلها تولي عندنا ثقافه ثانيه دونك شي حاجه اللي الفريع شي اضافه بغيت نوريهم غير الشكل ديال هذا ديال لو صابون ديال لو صابون ماشي لو صابون شامبوان هذا لو شامبوان سوليد بغيت نوريهم لانه الي نو فيني ما مفينيش فوالا ما مفينيش لانه تيكون مخدوم فواحد الدرجه شويه عاليه ما تنقدروش نحطوا يدينا نهبطوه سي كيفي تيبقى بهذه الطريقه هكا
il n'est pas fini. بالعكس كل ما هو سخون لان كيكون سخون ما تنقدروش نحرق شويه اليدين. اه داكور ما تنقدروش كيفاش يبقى هكا ما فيني كلشي مصوب هكا. لا لا بغيناه وعجبنا وغنشريوه. شوف شوفوا زوين الفائده ديالو احسن من الشكل ديالو. ولكن شكل والله القسم الا زوين. بالعكس كنا دابا كنرجعوا قلت انا وريحته شمي ريحه الزعتر غزاله والله القسم. هذا كما قلنا تخدمي لك ولعائلتك كاملين يعني حتى لي زونفور اي حاجه ديال الدراري الصغار كتعرفي بانها مزيانه. بيان سور قبيله نسيت ما قلتش واحد الملاحظه بانه فيه الزيت الاساسي ديال الزعتر. اييه هو ضد تساقط الشعر تيجمع يعني تلي عندنا مشاكل الشعر فوالا كيجمع المسام يعني تلي جلده الشعر. جلده الشعر الله يهديك الصحه تيقلل من الحده ديال تساقط الشعر. فبدا شغنقول لك لهلا خدتك علينا لالا الغزاله ديالي وحنا دائما معاك وان شاء الله غادي نتبعوك دائما. ومرحبا بكاع المراه المغربيه اللي كتبغي راسها واللي كيعجبها راسها وكتخسر على راسها شويه ديال الفلوس شويه 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 باش كتكون دائما جميله ودائما الصحه جيده. بشرتك جمالك يعني اناقتك ونظافتك اليوميه ما غاديش تخطانا دائما مع لالا ريحانه. شكرا لك ريحانه وديما لايك والله يحفظك لينا وخليك دائما مع لي برومو زوينين والله يحفظ دوك لي ديدات الغزالين. تبارك الله عليك ريحانه ميرسي بوكو. البنات هاي ريحانه سوق تاشفين مباشره من صوت تاشفين مدينه الدار البيضاء الكبرى. دائما رقم الهاتف اللي هو 044 84 08 54. شكرا لك ريحانه مح عليك وديما المراه المغربيه الله يك الله يحفظك ريحانه. غادي نخليكم البنات مع هاد اللقطات الجميله جدا مع ريحانه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ميم اندرو سيغ ما شين ودائما ريحانه ثم ريحانه ثم ريحانه. باي باي.